كرو لكسوك سربة برامج كان وقاد وريد اكسوك تبنه وربحينات دبي ما سيادة عالم كدقل كستا فلقين تاني قاركا وحن يتكسوك تبدورنا هاي تيسابت إسرائيل إيو مريكا إيسو ندورين حرير دحمر مصر إيو سيدوك لتركيكا ويوين حين بوقشادة مدحونا تركيكا أردوغان إيو مصر تمسلو كدب ويقود واقين إسكاش واوين ويقوه رايان إلعا دفاع إيهوبكا إيو معلومات كلا وديار قروبة مدحونا تركيكا أردوغان إيو متكمدة بوقشويك وقليابكا بدن وحكوتاكي دالك مصر سو كلوكل مي بيتكمدة هو جمياشا إيو هرأي وقدارتي إن السورة قال عين إن وقت كم يدحليه أولا كل ما وامد حنا مصر عبد الفتاح السيسي لكن وعكسي يا بدن إن مصر ما أنت أيدون إن ترجع أي لك عشطة سيد اللجوهر تجلها لبتويك أي كسر جن إمارات العرب السعودية إمام اليهود كذب خلاف أي حسد عوجن أو لبدر اللي كده حيسي وحنا برجع غير كود أي كده وعدي تقال أي هنش بعده وحنا جوا وينا تقال كذل كليبيا يحسد إبدا ملترنيانكا هل كاسو سيدو كلا أي كل قلهاين غريقا إيو إسرائيل أكفا إيدي سنة يخلاف قول حي مصر إيو ترقيقا يدا إمهي مدن بغشادة مدحنا ترقيقا مصر سوين أقوم وغطي وربحين دا عربت إيو كوا بريقا دحا حبنا كدرسن قدق أمنق مدحتو يدا ترقيقا أي دب إيو قدكو سميي كلاكا كلان كأو دحي مدحنا ترقيقا إيو ديكيس مصر لكدر مسعود جاشم أكمي دا قدق أمنق مدحتو يدا ترقيقا إيو ريشاك موجيي إن لدمايس ترور مامكا إسكاشيادة دنعيدة كلادوغن إيه مصر إيه تورغيغا إساقو شاقي إن مركة تاريخة آن أكور قلنو أي نوسو بحيسو إن شعبك تورغي إيه مصر إيه ليهين مروال بوحان عين تدوال على جايش محوين تاكو دري إن إنت لوقو دجري بوغشادة المدحونا تورغيغا إيه وده هادا لد مهيمكا فلاش وقو مهيم سنة إيه وده هادلين أي كميتاي تاقرادة ديقالك غزة فلسطينيين تاو كردان إسرائيل كارهان ما دام بوغشادة أي كسو بيغنتي يدا إسرائيل أي سود يارنيسي إن دولان أي كوقات حدود أرد حيس قزة يو مصر تاسو كانتي هنجبات كاتي من دالك مصر ينو سيح ماد حرير كود حي يهود يو قاهرة مسعود حسودو كلاشيغي إن مدحورا مصر يريكي ستورغيغا أي سكو أفكارتين إسكاشيغ ورشداء دفاعة سيدا إن مصر دور أي كويا لطو اسماع ديارادا أي سنعدو ودن أي تورغيغو سيدا وين أقوهر مري سندي أقود دنبيي إن عقل محمد رشيدي وحبين كدر سنة سنة كأي مصر إيا شاقي إن سوء علنت حرير كمصر إيا تورغيغا أي قيب كقادن دونتو حوشنت عيد مدى قبالك إهرادين تا حل ودى جيرا إيا إسكاشيك ودى شاقين تا كارهان مرك الله أغو أرنت فلسطين فيلك ليبيا إيا سيدوك لفيلك إيا بريغ ملترينيانك سنة ترك مصر إيا سيدوك لشاقي إن نتيجة كولانك مدحونا تورغيغا إيا ديكيس مصر أي ميرا gargaarka bin aadanimada ee shacabka falastiniinta si loo gaaro xabad joojin iyo diidmada qorshaha barakicinta ee Israa'il ay doonayso in guud ahaan falastiniinta ay uga qaxiso Qasa iyo in la taageero in Falastiin ay hesho dowlad madax bannaan Rashid ayaa sidoo kale sheegay in soo celinta xiriirka Masar iyo Turkiga ay ka dhigan tahay si ay uga heshiiyaan tamarta qaniga ee ku tahay ee ceegaagta fariga Mediterranean-ka halkaas oo Israa'il Greeg iyo sidoo kale Qubroos ay doonayaan is weyn ay u kala fogaadaan labada dal ee ugu muhiimsan gobolka Islaamka xiriirka Masar iyo Turkiga maaha in muhiimad gaar ah oo kaliya uu leeyahay labada wadani sida uu sheegay Maxamed Ooskan oo barsoor wax ka dhiga jaamacadda difaaca qaranka ee Turkiga markii Israa'il ay bilowday duulaankeeda Qasa kadib weerarada ballaarnaa ee ku caayiska caabinta Falastiiniinta ay ku qaadeen koonfurta Israa'il jilayaasha gobolku waxay ogaadeen inuu jiro baahida weyn ee loo qabo isgaarsiinta sida Turkiga iyo Masar oo kale waa ka guur madaxdayga istaraatiijiyadeed oo u guur ilaqaad istaraatiiji ah Ooskan ayaa yidhi dagaalka Suudaan ilaa iyo Itoobiya iyo Liibiya ayaa sidoo kale si toos u saameynaya nooca xidhiidhka ee ka dhexeeya Qaahira iyo Ankara dhinaca kale Sami Suus oo xubin ka tirsan aqalka wakiilada ee Masar oo ka tirsan xisbiga mustaqbalka ayaa xaqiijiyay in booqashada madaxweynaha Turkiga Masar ay ka dhigan tahay muhiimad weyn inta lagu jiro xilligani isla mar ahaantaana gacan ay ka geysanayso xoojinta iskaashiga dhaqaalaha maalgashi cusub oo Turkiga iyo Masar Suusi wuxuu sidoo kale sheegay in ujeedada ugu weyn ee booqashadu ay tahay sidii la isugu xidhi lahaa muuqafyada labada dal marka loo eego faylasha qalafsan ee qadxaale ee gobolka gaar ahaan xaaladda ka taagan Qasa way dheer tahay faylasha kale ee muhiimka ah sida Suuriya Ciraaq
فايلك الليبيا يوكوك الأمهيمة لبدهو قبيع يكال سيحده يشيس دور أربعادي يدو لبدهو إي أمانين إسكاشيك إي لبده دلي يوكوردين تقنع السيقا أولا قارسي يشن يتمن بليون أو دولار أسراد وصحيبك قسرية تركي أفريكا سيس يوكويري انتي لوقو دجرة شركة جرائد إي قاهرة بغشان دم لدفعنا تركي يكسو بيغنت يدو يسيحو قيسان يان دادالك عالميقا إهرموتك أويهين مصر إي قدر سيه شيس عسبي ودح مرا إسرائيل يقعيس كعبينتا فلسطينين تا انتا اوزو عدي شركة ايشان سيسي يا أردوغان ايه اللبادو واحي سيس كميدا ودالا عيين كميسيقا يقبس شاد إسرائيل يحسوق امامك يهود وكوها يو فلسطينين تا يوغا سيدو كالباش عالمك ايقو باقين اني سنكود عن والدا نوعاسا وهرس يدي كرا حسوق يوغا قادل يدولانك إسرائيل ايقوة جان مقالات رفح ايه حدود مصر سيسي يدك كل كود لعي إسرائيل عقبتها كارسين تقرقارك بناء دل نمدى قزة أكتر سامي سعيد وأما مولاه قد أورجيسك الأخبار مصر وعوشيك إن بغشد مدفعنا تركيك أردوغان أي تاي بيد مهيمة إسلامارك أنا بوق عسوبي أو فرايس وحدير كالبادة دل وقرنية سوچري سدوشيك أورجيسك الأحرام أي مصر بغشدني أي مدلوة السوقيي وكسوا بيغنتي حيل لبادة دل بأي وباهيين إن لغو قد بعقبتها بطن أهرل هنغطو ولادها يترتن كندام كعالمي كا سيدة ديقال كا يوكروين يو حفالتن كمرايك يشينها اما با ترتن كا قبل كا سيد ديبلوغو صورو خردا اوود قيبسي كا اي سعودي كا امارات كا عربت ايران اي اسرائيل ترتن كهير قبل يمد كا عالمي كا اي مرايك قار كود وحو إلدو فيا دانا لغالاها اي مصر اي سيدو كلا تركي كا سيدة مركي مرايك وسوو جيدي اي فكرة دا مرايك الولك اي قاديد كا ادحايا هندي اي يوروب يضا لو مرأي إماراتك عربت سعودية إمامك يهودة حريرك سعودية إسرائيل وسيحوك السنية يضا لو مرأي هشيسك سدح قسودك أي سعودية إسرائيل يو مرأيكك كاسو سيدوك لأ طمانات قادة دونا أمانك سعودية هلقن أردوغان حسودوك لأباهيي إن مصر وكلاشقية سيدي دور وحكوالا وكقادن لها سيلو إلاليو سمعادة تركيك أوعا أودقو بلاد ويشيك راقل بادك يوينداها دادك أي تركيك تلك مصر iyo turkiga waxay rabaan inay sare u qaadaan saameyntooda gobolka oo ay ciyaaraan door caalami ah sida awood dhexdhexaada oo saameyn leh kuwaas oo noqon kara isku xidhka hadii ay tahay Washington iyo caasimadda reer galbeedka Beijing ama New Delhi tani bilowgii qarniga 20-aad waxa muuqanayay hoos u dhaca qaraabada ee Mareykanka iyo kalsooni la'aanta aasaaska siyaasadeed iyo dhaqaalaha nidaamka liberaliga ee reer galbeedka sida lagu sheegay falanqeyn wargeyska al-Haram ee Masar sheegay kuma jiro in Turkiga awoodiisa ciidan iyo midka dhaqaalaha marka loo eego inta kale ee bariga dhexe ay suurtagelinayso in saameyn uu ku yeesho sida awood goboleed dhufinta military ee Turkiga gaar ahaan diyaaradaha aysan cid wadin iyo gantaalada la hagaayo ay noqon lahaa aaladaha lagu maarmaan ku ah saameyntani sidoo sheegay wargeyska al-Haram ee Masar karaasi go'aan loo dejiyo iskormaadyada military-ga ee u xaglinaya Turkiga ee Libya, Suuriya, Azerbaijan, Ethiopia iyo Ukraine wadamada gobolka gaar ahaan Saudiiga, Imaaraadka Carabta, Algeria iyo Morocco ee ku tartamaya sidii ay u heli lahaayeen diyaaradahan qadar ay xitaa soo iibsatay warshado Turki ah oo sameeyay taangiyada iyadoo la adeegsanayo khibradda dagaalka ee gobolka ee Turkiga Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga ee dhawaan shaaciyay in dalkiisu uu doonayo in Masar uu la yeesho iskaashi warshadaha difaaca karaan diyaarada aysan cid wadin sidoo kale arintan madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo ku celiyay booqashadiisa marxaladda soo socota ee xiriirka labada dal ayaa u soo badhigaya siyaasadejiyaasha Masar dhowr arrimood oo laba geesooda iyo mid goboleed oo u baahan in la falanqeeyo saameynta ay ku yeelan karaan danaha Masar maqaalkana wuxuu isku dayayaa inuu bixiyo talooyin qaar si loo kordhiyo faa'iidooyinka Masar ee booqashada Erdogan ayuu wargeyska Ahram ee Masar tan Masar marka loo eego ka gudubka maamulka kaligii taliska ahaa ee Mareykanka iyo nidaamka caalamiga ah oo saameyn ku leh arrimo badan oo gobolka ah ayaa noqday mid aad muhiim u ah Turkigu waxa si istaraatiiji ah u maalgeliyay heerka dhaqaalaha iyo militariga dhowr gobol oo colaado ay ragaadiyeen gaar ahaan meelaha quseeya dalka Masar sida Liibiya, Itoobiya iyo Suuriya waa cad in Mareykanka iyo xisbiya badan oo Yurub ah ay dhiirigelinayaan tanaasul siyaasadeed oo dhexmara kooxaha bariga iyo galbeedka Liibiya
سيو حاكميان هنتدى سليدة يوغاس كليبيا سراكيشة طرق ايا موجنة يربيتان كودا ان مصر ايس فهم لقالان ليبيا كوريجين تروشك ايكمنان على شوط اشغيستيالا وغنر جروب كواسو كي من ليبيا لقونا وريجي ديقالك يوكرين يضا ايلا سعدان باهيد روشك اوقبا على شوط اشغيستيال بدن ولقا قادة يقبلة سيدة ليبيا يو ودمدة كلي افريكان كا وعي كردين ايان سورة قلمدة إن لقاده هشيس ادحي مصر ايو ترقيقا ايو دور كيسك احرام اي مصر مصر ايو ترقيقا لبضبا ومبعنا اني كتانا سولان حلفدو دا ليبيا اما ساميك حاقا ايو ليهين خيرات كليبيا يميسانك اي كليهين قابين تدولد عصبي لكي وحي ترقيقا قاري كران اسفام سهل ايا ان حال سياسة داد لقاده ليبيا تاسو او قلان ايسا حسبيا دا ليبيا ان اي صوت اسان دولد عصب يدو اللي تحقلنا يدناها مصر ترقيقا راقل بادك اي سيدوك الروشكا وحين تاسي دير مصر مركو لو ايقو بي حدانك اي توبي اي كدسي سوو بيقا نيل سيدو شاقي وركيسك احرام ترقيقا وامالك شداها اللباد اي قوي نتوبيا مركا لقرها بوشينها يدو انك بدن لبو بقول او شركضوت او ترقيقا اي كاول قلان نتوبيا تلك اي توبي وحا سيدوك الايقا شاك المدام اللي ترقيقا ترقيقا وكا عاوصي inay ku guuleysato dagaalka sokeeyaha ee ka dhacay Itoobiya ee gobolka Tigreega hadaba Turkiga waxa door uu ka qaadan kara sidii uu dawladda Itoobiya ugu qancin lahaa inay aqbasho in Masar ay hesho heshiis dhamaystiran biyo xidhaanka Webiga Nile taas beddelkeeda Masar ay ka faa'iideysan karta isbahaysiga ay la sameysatay wadamada bariga Mediterranean-ka sida Greek iyo Cyprus si ay u fududeeyaan hanaan awood siinaya Turkiga inu helo qayb ka mid ah gaaska ee bariga Mediterranean-ka arrintan waxay sidoo kale qusaysaa qaabka heshiiska Lubnaan iyo maamulka Yuhuuda oo lagu kala qaybinayo gaaska badda ee u dhaxeeya iyadoo Mareykanka ay taageero ka helayso sidoo kalena caawimaad ay ka helayso shirkadaha gaaska ee Faransiiska iyo Talyaaniga Lubnaan iyo maamulka Yuhuuda ayaan wali lahayn xiriir diblomaasiyadeed xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo kor u qaadida wada shaqeynta ee Suuriya waxaa sidoo kale ay ugu xaadaysaa in Masar qayb ay ka qaadato wada xaajoodyada siyaasadeed ee lagu dhameynayo dagaalka sokeeyaha ee Suuriya wax ka qabashada dhibaatooyinka qaxoontiga iyo in la gaaro tamaan qaad amniga oo caalami ah qoyga Suuriya waxaa sidoo kale jira heshiis ku saabsan maalgashiga Turkiga iyo Masar ee dhinacyada dib u warshadaynta qashinka dalka Masar waxaa sidoo kale ay ka faa'iideysan kartaa khibradda ganacsatada ee Turkiga ee warshadaha dharka si ay u kordhiyaan dhoofinta iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka warshadaha dharka ee dadweynaha Masar warshadaha Turkiga ee Masar ayaa isticmaala gaas iyo xoog jaban iyagoo wax soo saarkooda u iibiya suuqyada waaweyn ee Masar iyo sidoo kale suuqyada ee Mareykanka Afrika iyo Carabta oo Masar ay ku raaxaysanayso ka dhaafitaanka kastamyada taasoo soo bandhigaysa moodalka maalgashi shisheeye oo faa'iido u leh Masar dhinaca kale qiimaha gaaska ee dabiiciga ee Masar ee loo dhoofiyo Turkiga ee kor dhaafay 2 bilyan labadii sano ee lasoo dhaafay taasoo keentay isu dheelitirka ganacsiga ee labada dal u dhexeeya inuu gaadho 10 bilyan oo dollar sanadkii 2011kii dhumaha gaaska carabta ee kasoo baxaya Masar ilaa Urdun maamulka Yuhuud iyo Suuriya ayaa qiyaastii 100 kilomitir ka yar waxay gaadhaan dhulka Turkiga labada dal ayaa hadda isu diyaarinaya inay isticmaalaan khadkani si ay gaaska Masar u siiyaan Lubnaan waxayna ka fiirsanayaan inay adeegsadaan labada dhinac taasoo albaabka u furaysa mustaqbalka fog ee xiriirka shabakadaha Turkiga u heli doonaan gaas badan kaas oo sidoo kale Turkigu ay uga maarmi karto gaaska Ruushka.